بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هديب عبد الحليم خليفة، اساسا مهندس طيران. اشتغلت في مجالات مختلفة سواء في مصر او خارج مصر، في مجالات هندسة طيران، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة بترول، في مجالات زي ادارة الاعمال، الماركتينج، في مجالات زي الترجمة، في الدعوة الاسلامية، في مجالات الحوار بين الأديان المختلفة. اللي هي مؤلفات الحقيقة في مواضيع مختلفة، زي كتاب بناء مصر في الثمانينات، زي كتاب التوافق بين القرآن الكريم وكتاب مقدس من حوالي 3 سنين، وأخيرا كتاب إنقاذ مصر اللي صدر حاليا، يعني بيناقش الوضع الحالي بتاع مصر اللي أدى للانتفاضة الثورية بتاع 25 يناير إلى ما يجب القيام به دلوقتي، لانتشال مصر من الهوية اللي سقطت فيها نتيجة 30 سنة من حكم الفساد والظلم والظلام اللي مرت به للأسف الشديد كلية الفطرة. أنا هي كنت قبل ما تقوم الثورة، يعني كنت أنا قدمت بلاغ للنائب العام للفساد اللي هو كان متولي الرئيس السابق حسني مبارك والبطانة بتاعته. كان من الأمور اللي مقدم فيها بلاغ زي الانتهاك قبل الثورة حتى، يعني انتهاك النظام لحقوق المواطن المصري نحو 30 سنة من خلال فرض قانون الطوارئ. القانون ده اللي كان بيسلم الشعب حريته في التعبير عن الرأي وفي الاجتماع والانتقال، ويمنع الشعب من التظاهر والاحتجاج على الظلم. هذا القانون كان بيسلم الشعب المصري حريته وكرامته وشرفه وحقه في الحياة اللي نص عليها كافة الأديان وكافة المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. هذا القانون، قانون الطوارئ، اللي حول مصر في الواقع لسجن كبير يضم 80 ولا 85 مليون مواطن لمدة 30 سنة، قضى على أجيال كاملة، حرمهم من ممارسة حياتهم العامة، حرمهم من إن هو يضيف أو يسهم في الحضارة الإنسانية، حرمه حتى من مبادئ البسيطة للحياة، إن هو مجرد إن هو يشوف له شغلة يكسب منها عيش، إن هو يعيش حياة آدمية بسيطة، إن يسكن في مسكن آدمي، وإن ينتقل بين نقطة ونقطة بوسيلة آدمية. للأسف الشديد هذا القانون الطوارئ اللي فرضه حسني مبارك اللي ساعدوا فيه وزراء الداخلية في عهده وعلى رأسهم حبيب العدلي، وأوكار الظلم والقهر والفساد التابع لي زي الأمن المركزي ومباحث أمن الدولة وإلى آخره، التي كانت تعتقل كل من يعترض على هذا الظلم اللي بيمر به الشعب المصري، لكي يظل الشعب ذليلا مستضعفا، وما يبقاش ليه هم غير ان هو جاست ان هو يدور على اساسيات الحياه، يقف في طابور عيش، ثم في طابور مواصلات، ثم في طابور عمل، ثم في الى اخره، يعيش بهذا المستوى البسيط. المتوسط الدخل بتاع الفرد المصري النهارده 900 جنيه في الشهر، بس ده مش معناه ان ده اقل دخل او الحد الادنى للدخل. في ناس متخرجين من كليات زي الطب والهندسه بياخد 300 جنيه في الشهر، انما 900 جنيه هو الافرج او المتوسط ما بين اعلى مرتب وادنى مرتب. لو نقارن 900 جنيه الدخل الشهري للمواطن المصري، نقارنه بالدخل في الدول الاوروبيه والدول الامريكيه وامريكا وبعض الدول العربيه المتقدمه، نلاقي ان الدخل في المتوسط في هذه الدول يصل الى 20 او 22 الف جنيه في الشهر. فمعناها ان الدخل في هذه الدول 20 او 22 مره قد مصر. دي اللي هو الصحيقه اللي موجوده بين مصر وبين العالم المتحضر على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي زي ما انتم عارفين، الانسان المصري محروم من كافه حقوق السياسيه، محروم من كافه الحقوق الانسانيه البسيطه، انه يتكلم، انه يعبر عن نفسه، ان هو يعيش امن في بيته من غير ما يتقبض عليه، من غير انه يتسمي في معتقل، من غير ما ان اهله ما تعرفش نهايته. مع كل هذه المبادئ البسيطه لحقوق الانسان المتوفره في اي دوله النهارده في العالم مهما كانت غنيه او فقيره، مش موجوده للانسان المصري. الناحيه الاجتماعيه زي ما انتم عارفين، الانسان المصري المعيشه بتاعته كسكن او كمواصلات كتعليم، في 40 مليون مواطن عايشين تحت خط الفقر، عايشين في مساكن في عشوائيات او في مساكن او في المقابر او في مساكن ما هيش لا تليق
بمعيشة الآدميين. في 20 مليون مواطن عاطل، في 20 مليون مواطن مصابين بأمراض مختلفة، التهاب الكبد الوبائي، الفشل الكبدي، الفشل الكلوي، السل، السرطانات المختلفة ناتجة من التلوث، ناتجة من سوء التغذية، من العيشة غير الآدمية اللي بيعيشها الإنسان المصري. فمن ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأسف الشديد الإنسان المصري كان تقريبا صفر. البلاغ كان التقديم بيه كان قبل الثورة الحقيقة عن طريق مجموعة من المحامين، كان بيتهم النظام بتاع حسني مبارك بانه اولا انتهاك النظام لحقوق الانسان المصري نحو 30 عام من خلال فرض قانون الطوارئ، ثم بعد الثوره اضفت دلوقتي محاوله قهر انتفاضه 25 يناير، القضاء القتل اكثر في حدود تقريبا 1000 شهيد من جانب القناصه، من جانب الزبانيه بتوع الامن المركزي ومباحث امن الدوله والشرطه، التسبب في اصابه نحو 10,000 مواطن بعاهات وإصابات مختلفة. قبل الثورة كان اعتقال وتعذيب وإهانة وقتل مئات الآلاف من المواطنين المسلمين المسيحيين من رجال ونساء الشرفاء بدون تهم حقيقية وبدون محاكمة عادلة وبدون أن يدري أهلهم شيئا عن مصيرهم من جانب زبانية مباحث أمن الدولة، الذين يرتكبون قاموا بارتكاب جرائم لم يجروا على ارتكابها كفار في أيام الجاهلية. للأسف الشديد اغتصاب، اعتداء، تعذيب من التهم الأخرى الحقيقة جرائم التزوير اللي مارستها السلطة التنفيذية في كافة الانتخابات، جرائم تزوير انتخابات الرئاسة، وجرائم تزوير انتخابات مجلسية الشعب والشورى، وجرائم تزوير الانتخابات المحليات والنقابات وحتى اتحادات الطلاب في الجامعات. مش قادر أفهم يعني يزور حتى بالنسبة لمستوى الانتخابات بتاعة الطلبة الشباب في الجامعة ليه حتى يعني يوصل لهذا المستوى من تزوير هذه الانتخابات إلا أن أنتوا أصلح على الكرسي اللي هو قاعد عليه، بس ده أصبح التزوير حاجة يعني زي ما يكون فيروس ماشي في دم السلطة التنفيذية المصرية. شايف لستة كبيرة من الأسماء، بس هاتلي منهم على سبيل المثال خمس أسماء. والله الرسول طبعا محمد حسني مبارك، جمال حسني مبارك، علاء، سوزان ثابت، فتح سرور، صفوت الشريف، حبيب العدلي، احمد نظيف، عاطف عبيد، احمد عز، احمد مغربي، رشيد، محمد رشيد، بطرس غالي، ابراهيم سليمان، وزهير جرانه، انس الفقي، احمد ابو الغيط، وزير الخارجيه. للاسف الشديد وزير الخارجيه ده اللي هو كان يعني بيحاول ان هو يخدم اسرائيل كانه وزير خارجيه اسرائيل مش وزير خارجيه مصر. في ايام قبل الهجوم على غزه في نهايه سنه 2009 في منظر غريب قوي، وزيره الخارجيه كانت جت مصر، اسرائيليه كانت جت مصر، قابلت حسني مبارك، قابلت احمد ابو الغيط كانها عشان تاخد الضوء الاخضر منهم قبل الهجوم على غزه، وفعلا ادوها الضوء الاخضر في صوره غريبه جدا، واحمد ابو الغيط نازل مع وزيره الخارجيه الاسرائيليه على سلم وزاره الخارجيه وماسك ايدها وبيضحك معاها، يعني منظر غريب جدا، يعني بعض الفلسطينيين علقوا عليه على اساس ان شوف هذا المراهق الخسيس بيعمل ايه، بيبيع الدم الفلسطينيين، يعني في منظر غريب حقيقه قوي مع هذه المراه. يعني في المحافظين كلهم الحقيقه، محافظ القاهره، محافظ اسكندريه، سويس، المحافظين اغلب المحافظين في بعدين مدراء الامن كلهم، مدير امن القاهره، مدير امن الجيزه، مدير امن شمال سيناء الى اخره، الحقيقه التجاوزات بتاعتهم قبل الثوره وبعد الثوره كذلك. في ماموري وضباط اقسام الشرطه المختلفين، مامور وضباط قسم اول مدينه نصر، الهرم، العمرانيه، المطريه، للاسف في هذه الاماكن تم فيها ارتكاب جرائم. في رجال اعمال اللي نهبوا وسرقوا بمباركه حسني مبارك وما اكثرهم، ثم بعد هذا في للاسف الشديد رؤساء تحرير بعض الجرائد، بعض الصحف القوميه زي جريده الاهرام والاخبار اليوم والجمهوريه، اللي هم ساهموا وساعدوا مبارك وبطنته انها تستمر في اغتصاب الحكم وتستمر في ظلم الشعب المصري طيله هذه المده في سبيل تحقيق مآرب شخصية. احنا هنرفع الاسماء كلها على النت، بس احنا كنا عايزين نعرف ايه بقى الخط السير دلوقتي، ايه مجرى البلاغ، وصل لايه يعني؟ البلاغ دلوقتي رهن التحقيق من جانب النائب العام الاستاذ دكتور عبد المجيد محمود. كان فيه هو في الواقع بلاغ تاني انا مقدمه لمحكمة الجنايات الدولية لمستر لويس مورينو اوكامبو، وفعلا جاء الرد عليه وانه قيد البحث من جانب
هياخد دوره في انتظار ضد من؟ ضد برضه ضد الخمسه الرؤساء المذنبين الرئيسيين او العاملين حسني مبارك احمد نظيف وفتحي سرور وصفوة الشريف ووزير الداخليه او جلاد يعني العدلي جلاد يعني دول الخمسه الاساسيين اللي هم كان المدعى عليهم الاساسيين في القضيه الدوليه. الحقيقه نفس الاكيوزيشنز او نفس التهم هي الاساسيه ان مبارك والمدعى عليهم الاخرين سلبوا الشعب المصري من كافه حقوق الانسانيه من خلال تطبيق قانون الطوارئ. سجنوا المطالبين بالحقوق الدوليه بالهيومن رايتس جروبس اللي هي المجموعات بتاعه حقوق الانسان ويعني حقوق الجمعيه بتاع حقوق الانسان اللي كانت بتقف جنب المعتقلين اللي يتم اعتقالهم ظلما وزورا هم نفسهم كانوا بيتقبض عليهم ويترموا في السجون هم كمان. حرمان الشعب المصري من حريه التعبير ومن حريه الصحافه و ذل و اخضاع الشعب المصري للحبس وتعذيب وقتل واغتصاب مئات الالاف من ابناء الشعب المصري من الرجال والنساء في السجون طيلة الثلاثين سنة اللي فاتت. وفي ادلة الحقيقة كاتبها هنا هو تزوير الانتخابات طبعا الحكم الديكتاتوري. هنا الحقيقة كاتب مقارنة يعني مقارنة بحالة انجلترا سنة 1215. الملك جون في انجلترا سنة 1215 اضطر الشعب الانجليزي انه وقع على المانيا كارتا اللي هو الوثيقة حقوق الانسان. يعني سنة 1215 من 800 سنة الشعب الانجليزي يثور على الملك ويجبره على انه وقع على وثيقة حقوق الانسان اللي بتمنع الملك انه يقدر يحبس اي مواطن بدون محاكمة وبدون تهمة حقيقية. انا استاذنك ناخد فاصل. اتفضل.